الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نأخذ بإذن الله صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما ذكرنا أنها السنة العملية وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه توضأ أمام الناس حتى يعلم الناس صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن يتوضأ يأتي بشروط الوضوء. يأتي بماذا؟ من يذكر لي شروط الوضوء؟ الإسلام والعقل والتمييز والنية. والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. ثم استصحاب هذه النية إلى أن تتم الطهارة. يعني لو نوى بعد أن مسح الرأس وبقي عليه غسل الرجلين، قال أنا ما أريد أتوضأ، قطع النية هنا، قطع قبل أن تتم الطهارة، وضوءه باطل حتى لو غسل الرجلين. لكن لو توضأ وضوء كامل ثم أراد أن يتوضأ وضوء آخر إذا دخل وقت الصلاة وصلى في هذا الوضوء الأول، صلاته صحيح. كذلك انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء، هل يصح أن يتوضأ وهو يبول وهو يخرج منه ريح أو غائط أو هو يأكل لحم جزور؟ لا. فماذا يصنع؟ نقول انتظر حتى ينقطع هذا الموجب للوضوء. فإذا انقطع توضأ. إذا كان ليس لهذا الخارج استنجاء واستجمار، وإذا كان له استنجاء واستجمار لابد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء ثم بعد هذا يتوضأ. مثال، قلنا وهو يبول يصح أن يتوضأ؟ لا، ينتظر حتى انقطع البول. انقطع البول يتوضأ؟ نقول لا، لابد من الاستنجاء والاستجمار. أكل لحم جزور أو خرج منه ريح، يتوضأ مباشرة أو يستنجي واستجمر؟ لا استنجاء ولا استجمار من الريح وأكل لحم الجزور. مفهوم؟ طيب، طهورية الماء وإباحته، هل يصح أن يتوضأ بماء مغصوب أو مسروق؟ لا، لا يتوضأ. إذا لم يجد إلا ماء مغصوب يتيمم. وجد ماء نجس ماذا يصنع؟ لا يتوضأ، يتيمم. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. على أحد أعضاء الوضوء عجين أو طلاء الجدران، ماذا يصنع؟ يزيل هذا الطلاء. مفهوم؟ كذلك يعني النساء يضعن على الأظافر شيء يسمى بالمناكير، والمناكير جمع منكرات. ف صح أم لا؟ مناكير يعني ليس بمنكر واحد بل منكرات كثيرة. نعم، فلا يصح الوضوء حتى تزيل المنكر، فإذا أزالت المنكر كان الوضوء صحيح. مفهوم؟ نعم. طيب، نحن لا نتكلم عن حكم وضع المنكرات وكذا، يعني ما هو مكانه. لا، بعد هذا أتى بشروط الوضوء. لابد أن تعرف فروض الوضوء حتى لا تخل بفرض من فروض الوضوء. فروض الوضوء كم؟ خطأ. سبحان الله. كم فروض الوضوء؟ ستة. أربعة ذكرت في الآية وتضيف على الآية الترتيب والموالاة: غسل الوجه مع المضمضة واستنشاق، واليدين مع المرفقين، والرأس مع الأذنين مسح، والرجلين مع الكعبين، والترتيب أن ترتب على ما رتب الله سبحانه وتعالى، والموالاة. ما معنى الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف. مثال، يتوضأ وبعض أن تمضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه، دق الجوال فأخذ يتكلم كيف الحال ومتى نأتي ومتى نذهب، والحمد لله راحنا الله من هذا غدا إن شاء الله تعالى وكذا، ثم أغلق الجوال ورجع يريدكم إلى الوضوء.
يصح؟ لا يصح، لأنه قطع الآن. لكن رد على الجوال مباشر، قال اتصل عليك بعد 5 دقائق وأغلق الجوال، فالوضوء صحيح. طيب الآن إذن يتوضأ الأخ إن شاء الله تعالى وترى، فماذا يصنع؟ غسل، يبدأ بغسل الكفين، يبدأ بغسل الكفين. ذكرنا غسل الكفين في فروض الوضوء؟ لا. إذن غسل الكفين سنة، إلا إذا قام من الليل. أي نوم بليل قام منه الإنسان يغسل الكفين وجوبا 3 مرات، وإن لم يغسل الكفين 3 مرات فوضوء صحيح لا أشكال فيه. ينوي أولا، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ثم يسمي، ثم يغسل الكفين. نعم. سميت؟ نعم. بسم الله. نويت؟ نية في القلب. نعم. الإشكال عندنا في الإسراف استعمال الماء، يفتح ويتكلم وكذا. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقتصد في استعمال الماء، غسل الكفين. الآن يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى ويتمضمض بأن يدخل الماء، بأن يدخل الماء في فيه، ويستنشق بأن يسحب الماء بمنخريه، ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه. أدنى إدارة للماء في الفم مجزئة. بيده اليمنى يأخذ ماء، يتمضمض ويستنشق ويستنثر بيده اليسرى بغرفة واحدة. نعم. ثم بعد هذا يغسل الوجه. ما هو حد الوجه؟ من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضة. من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة. لكن إذا كان لديه صلع ينبت الشعر من هنا، هل يغسل إلى هنا؟ لا، من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. ما حكم تخليل اللحية؟ يعني يخلل اللحية أو يدخل الماء تحت اللحية. التخليل في الوضوء في الوجه يرجع فيه إلى اللحية. إذا كانت اللحية كثيفة فالتخليل سنة، وإذا كانت اللحية خفيفة فالتخليل واجب، لأن اللحية والخد، ترى الخد أسفل من اللحية، مفهوم؟ خلي هذا يقف، تعال هنا، اتجه كذا. الآن هذا الأخ، الآن لحية الأخ يرى الخد هنا أسفل من اللحية، صح؟ إذا تحصل المواجهة باللحية وبما هو أسفل من اللحية. إذا التخليل عند هذا الأخ واجب. اجلس. والتخليل بالنسبة للشيخ سنة، مفهوم؟ نعم. اجلس. طيب اغسل الوجه. طيب بعد غسل الوجه غسل اليد، اليدين اليمنى ثم اليسرى. ما هو حد اليدين؟ من أطراف الأصابع إلى أول العضد، يعني لابد أن يستوعب المرفقين. البعض يظن الكفين قد غسلت في أول وضوء، لا يغسل هنا، هناك سنة وهنا فرض. إذن من أطراف الأصابع إلى أول عضد، يعني مع المرفقين. ترى تكب كثير موية. لا خلي شوي، خلي شوي مي بس قليل. بس.
أكثر ما يكون خلل في غسل المرفقين، وأحيانا هو لا يرفع اللباس، يكون اللباس هكذا ويغسل فلا يحصل غسل للمرفقين، مفهوم؟ طيب، اليمنى ثم اليسرى. هذا الآن الذي صنع الأخ ليس بغسل. الغسل يقول الفقهاء أن الغسل لابد أن يتخاطر الماء، هذا مسح، هو لا إفراط ولا تفريط في استعمال الماء، مفهوم؟ إذن لو قال لك قائل ما هو الفرق بين غسل العضو ومسح العضو، تقول الغسل يتقاطر الماء، يتقاطر شيء قليل، مو يعني سيل، والله بعض الناس يجري تجري السيول من بعدهم، يعني لو اجتمع ما عند الناس كلهم. وإذا كان لا يتقاطر هذا مسح. طيب نعم، الآن يغسل الرأس. لا، من الفقهاء يقول لو غسل الرأس وضوء لا يصح، لأن الواجب المسح. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما. هل يأخذ ماء جديد للأذنين؟ لا. هل يمسح الرقبة؟ لا. من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى مع غسل، مع مسح الأذنين. الآن وصلنا إلى غسل الرجلين. طيب، السنة في الرجلين، السنة أن الرجلين إذا كانت مكشوفة فالسنة نغسلها، وإن كانت مغطاة كما هو الحال الآن يلبس جوربين، ننظر في شروط المسح الجوربين. فإذا كان هذا الأخ قد لبس الجوربين على طهارة كاملة، أي توضأ وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء ثم لبس الجوربين، تحقق الشرط الأول من شروط المسح الخفين، وهو إدخالهما على طهارة، أي طهارة كاملة وضوء كامل مع غسل الرجلين بالماء، هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون طاهرة، خرج بهذا من لو كانت نجسة أو متنجسة، تكون مثلا من لحم، من من جلد الكلاب مثلا، نعم، أو الخنزير. الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر لا بد أن ينزع. والرابع التوقيت. والخامس أن تكون ساترة لغالب العضو. فهل يصح المسح؟ نزل إلى هنا، بس بس، عندنا بعض الجوارب في هذه الأيام يعني قد يرى الكعب، فهذا لا إشكال يصح المسح عليه لأنه ساتر لغالب العضو. ولو كانت مخرقة، مرقعة، خفيفة، يصح المسح عليها ولا إشكال طالما أنها ساترة لغالب العضو، لكن اعتبرها مقطوعة من هنا، يرى الأول ويرى الأسفل، فهذه غير ساترة لغالب العضو. فماذا يصنع الآن؟ يمسح. إذن إذا تحقق عند هذا شروط المسح الخفين، إدخالهما على طهارة يعني طالة غسل الرجلين بالماء، وطاهرة وساترة لغالب العضو، ويمسح في الحدث الأصغر، والتوقيت يوم وليلة للمقيم 24 ساعة وثلاثة أيام بلاليها للمسافر 72 ساعة، مفهوم؟ نعم. فماذا يصنع الآن؟ يمسح. للمسح هنا إما أن يمسح باليد اليمنى على الظاهر الرجل اليمنى على ظهر القدم، وباليد اليسرى على الظاهر في وقت واحد، أو يمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى، والمسح يكون فقط للظاهر دون الباطن ولا يمسح الساق. هذه هي الصفة الأولى، يمسح على اليمنى أولا ثم على اليسرى، أو الصفة الثانية
اي يمسح على الثنتين فقط. الحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بصفة الوضوء. مفهوم؟ لا ما اسمع شيء. وراء ما اسمع شيء. ما اسمع شيء. ما اسمع شيء. صفة الاغتسال. الاغتسال إما أن يكون اغتسال مجزئ أو اغتسال كامل وهو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. الاغتسال المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. غسل مجزئ، ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، لحية خفيفة لحية كثيفة، ويتحقق من وصول الماء إلى أصل البشرة أصل الشعر مع المضمضة والاستنشاق. هذا اغتسال مجزئ. أوقف، نزل الكرسي، خليك فوق. نعم. صفة الاغتسال المستحب. أول شيء أصنع يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين الآن، لأنه قد يحقهم شيء من الأذى أو يصح بالصابون لا إشكال. ينوي يسمي يتوضأ وضوء الصلاة غسل الكفين مضمضة واستنشاق واستنثار ثم غسل الوجه. الوجه هنا لابد من تخليل اللحية وتحقق وصول الماء خفيفة وكثيفة، ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يغسل الرأس ويرويه بالماء مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا دون الرجلين، ثم الشق الأيسر كاملا دون الرجلين، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى مرة ثانية. يغسل الفرجين ثم يغسل يديه، وإن كان فيهما شيء من أوساخ يغسلهما بالتراب بالصابون بأي منظف. يتوضأ وضوء الصلاة، ينوي يسمي يغسل الكفين يتمضمض استنشق استنثر، يغسل الوجه مع التخليل اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس، يتحقق من وصول أصل الماء إلى البشرة، ثم مع الأذنين الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل رجلين اليمنى ثم اليسرى. والحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير. نعم شيخنا، لو كانت الجوارب تحت الكعب يجوز مسح عليها؟